باش عرفوا هذه العقليه ديال هما العالم الجزائري على اساس غير ان العالم المغربي ما يطلعش انتصار للدبلوماسيه المغربيه او انتصار للدبلوماسيه ديال كبرانا في بلاد هاد الناس هادو قالوا بانه يعطيناهم شي بطوله ينضموها لنا دوليه غادي يشوهونا قدام العالم. بسم الله وعلى بركه الله. بنت خالي ولاد خالي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. القمه الافريقيه انتهت، مخرجات البيان الختامي للقمه الافريقيه، جمهورية العجاج، بوصندالة، صندالستان، بوليزيريو، الجزائر والمغرب، شكون اللي خرج فايز من هذه القمة هذه، وكذلك مجموعة من الأمور، كيف أبت على إنزال العلم الجزائري في مباراة الوداد؟ لم يشاءوا أن يكون علم المغرب مرفرفا هناك، مش قلبهم الوداد، أمرر الراية المغربية بلا ما يعقل كبرانا، وكذلك الكاف 2025 ما بين المغرب والجزائر. إذن هذا محدثكم هشام خضري وهذه قناتي، مجموعة ديال الأمور غنتحدثوا عليها في هذا الفيديو هذا، مجموعة ديال العناوين طرحناها ومجموعة ديال العناوين غادي نهضروا عليها. الكل كان متابعا للقمة الإفريقية، الكل كان متابعا لمخرجات البيان الختامي للقمة الإفريقية الذي دعم فلسطين والفلسطينيين، ما قيل بأن إفريقيا انتصرت لفلسطين، شيء جميل. لكن احنا غادي نمشيو نهضروا نخليو هاد الأمور هذه اللي كانت جميلة جدا البيان الختامي علاش ما شرش للقضية الصحراء المغربية. انتصار للدبلوماسية المغربية أو انتصار للدبلوماسية ديال كبرانا في بلاد كارغيلة هناك بالجزائر الشمالية، هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو بالتفصيل. لكن قبل ذلك المغرب أولا ولا غالب على الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانة. إذا قبل ما نتحدث على هذا غادي نمشيو للعالم الوطني في مباراة شبيبة قبيل مع الوداد الرياضي. ما شناش العالم ديال المملكة المغربية وما شناش العالم ديال الجزائر يرفرفاني هناك لعب خمسة جويلية، علاش؟ لأن الكبرانة قالوا كسيدي خص العالم المغربي ما يطلعش في التيرانات ديال الجزائر، قبلوا وردخوا وانبطحوا كما يقول إن بطاح بطاحا، انبطحوا هاد الناس هادو باش عرفوا هاد العقلية ديالهم ناقصة، غتنزل العالم الجزائري على أساس غير أن العالم المغربي ما يطلعش خمسة جويلية ضربا لكل اعراف الاتحاد الافريقي. هذا الامر الاخوت اثر بشكل كبير على استضافه الجزائر ل 2025 وربما حتى 2029، لان الكبرانا والجزائريين والكراغيلا يؤتمن بأسهم، لا يؤتمن خبثهم ولا يؤتمنون. راه هاد الناس هادو قالوا بانه الا اعطيناهم شي بطوله ينضموها لنا دوليه غادي يشوهونا قدام العالم، غادي تولي فضيحه الاتحاد الافريقي فضيحه بجلاجل، ولا كما يقول الاخوان المصريين فضيحه بجلاجل. هذا الامر الاخوان تخيلوا معايا انتوما العالم الجزائري تنزل علاش؟ غير باش ما يطلعش العالم المغربي. كنا الوداد وجبران والفريق وداد الامه، واذا قيل عنه فريق الامه فهو فريق الامه، دوز العالم الوطني وعطاه لشبيبه العميد شبيبه القبائل الجزائريه. القبائليين الاخوان القبائليين والجمهور ديال القبائل كان يصيح باعلى صيحته ضد الكبرنا وضد العصابة الحاكمة في الجزائر. جمهور خمسة جويلية كامل كان كيهضر وكان كيتكلم على يريدها مدنية لا يريدها عسكرية، كان يتمنى وكان دائما يطعن في الكبرنا والعصابة الحاكمة في الجزائر. الكبرنا بلا ما يعقل خوت داز لهم هذا القلب، هذا القلب 5-5، الجزائر تحشت لها حشية 5-5 قدام المغرب. فين؟ في مؤتمر الاتحاد الافريقي. بيان الختامي ديال القمة الافريقية ولا المؤتمر الافريقي لم يشير ابدا ولم يتخذ قضية القضية الصحراوية وقد قضية المملكة المغربية، ولم يذكر البوليزاريو ولم يشأ البوليزاريو يذكر. اذا البوليزاريو خرجوا منهجمين والمغاربة خرجوا فائزين، هذا هو الانتصار الباهر اللي حققه المغرب وحققته الدبلوماسية المغربية، لأن أصبح الأمر كله اليوم من 2007 هو الحكم الذاتي والذي يعترف به الجميع والذي تدعمه مجموعة من الدول وعلى رأسهم الأمم المتحدة الأمريكية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلا الشيطان الفرنسي. لكن احنا كنهضروا الإخوان، أجي نشوفوا الكراغيلة كي كان بانوا لهم. احنا قيلوا بأن قالك تم توقيف واحد الفرنكوفونية متهمة ما نعرف
متهمة واش بالإرهاب مثلا هناك بالجزائر، تم التوقيف ديالها. قال لك سيدي هي لبنانية والأب ديالها أردني فرانكوفونيا، ولكن أنتم تشوفوا التصويرة، لكن لا يشاء التقرير ديال الجزائريين إلا أن يقول بأنها ولدت في مراكش المغربية. يعني خصهم يذكروا المغرب بأي شيء من الأشياء. ديك المظاهرات اللي كتنوض في المغرب اليوم على الغلاء والاسعار ديال الغلاء، هما كياخذوها بان الشعب انتفض والشعب كذا وكذا. حنا راه واخا غاليه مطيشه موجوده، واخا كثير الغلاء، حنا كياود الدري الصغير كياكل البنان، ماشي بحال واحد البرلماني ديالكم حتى داز 30 عام عاد كلا البنان. انتما تشوفوا الصوره ديالو، راه اي حاجه الحمد لله موجوده. سير للسوق كل شيء موجود، كاين الغلاء ايه ولاني كاين الموجود، كاينه ظروف، كاين البرد، كاين كذا، كاين كذا، كاين تصدير، كاين امور، واني الحمد لله هادشي كلشي اللي خرج وهو فقط اقبال العالمي، لان المغرب اصبح وعاء الغداء العالمي. الحمد لله كنشوفوا الشتاء اليوم هنا، وكنشوفوا الناس في ورزازات تبرعوا بالشتاء، وكنشوفوا ان الشتاء قادم اليوم لا محاله بقوه، هذا خير ديال سيدي ربي. المهم الخير موجود المغاربه، خص الاثمنه تنزل، اليوم راه نزلات طماطم تبارك الله نزلات، ومجموعه ديال المواد. المهم الحمد لله الخير موجود، حنا راه مغاربه. كنهضر على نفسي، انا ملكي، انا ملكي، انا تنبغي الملك، تنحب الملك. قولوا لي علاش. الوالدين ديالي لقيتهم تيهضروا على جلاله الملك، الجد ديالي لقيته كيهضر على الملك، يعني هادشي مورسينو. احنا ماشي جمهوريه، عندنا ملك كنحترموه وعلى راسنا افقنا. وعاش الملك محمد السادس والصحراء مغربيه الى ان يريد الله الارض ومن عليها. اللي عجبوا الحال بغاه واللي ما بغاش، انا كنقول عاش الملك، الله يعز سيدنا، الله ينصر سيدنا.